بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، قامت شركة ديرمون للدواجن برفع نسبة إنتاجها اليومي لتكون قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من الدجاج الطازج يوميا عبر فروعها المنتشرة في محافظات المملكة كافة. نعم، فالجهود التي تبذلها الشركة بمناسبة حلول الشهر الكريم كبيرة، خصوصا من خلال تنويع منتجاتها وتقديم منتج صحي وآمن للمستهلك. لذا فإنها تسعى لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم والاهتمام بجودة المنتج في الوقت ذاته. جهود متواصلة وعمل دؤوب تقوم عليه شركة الدواجن البحرينية سعيا منها للوفاء باحتياجات المستهلكين بمناسبة حلول الشهر الكريم، حيث قامت بالتعاون مع مزارع البحرين المتخصصة بتربية الدواجن وتوفير كميات كافية من الصوص وتربيتها منذ بداية شهر فبراير الماضي، وذلك لتكتمل دورة التربية قبل شهر رمضان لتوفير الدجاج الطازج يوميا وطرحها في السوق بشكل كافي لتلبي احتياجات المستهلكين. شهر رمضان الانتاج الدجاج حقي يكون على الرف في شهر رمضان المبارك. طبعا هذه السلالات تسبق شهر رمضان بأكثر من شهرين، تبدأ من استيراد الصوص الخاص بيض التفقيس وإنتاج صوص عمر يوم واحد، ومن ثم تربية لمدة 28 أو 29 يوم بمزارع تربية الدجاج اللاحم، وبعدها طبعا بعد مراحل الفقس في داخل مفرخة شركة ديرمون للدواجن والتربية في مزارع التربية، نأتي إلى مسلخ الدجاج اللي نستلم فيه الدجاج، وبالتالي يتم عملية التعبئة. في هذه الأيام المباركة يرتفع الطلب على الدواجن والتي تعد مكونا رئيسيا ضمن الأطباق الرمضانية، ومن هذا المنطلق تحرص الشركة على التنويع في منتجاتها الطازجة، فقامت بطرح منتج جديد من الدجاج الطازج والتي تساعد المستهلك في تنويع أطباقه الرمضانية وتختصر عليه الوقت والجهد. الدواجن ما تملك مزارع خاصة لتربية الدجاج اللاحم، وإنما تتعامل مع مربي الدجاج المحليين، وبالتالي لزيادة حصة الإنتاج سواء كان في شهر رمضان أو مستقبلا لزيادة حصة الشركة، هناك تعاون وثيق بين الشركة وبين المربين. هذا التعاون يرتبط على شغلتين أو أمرين أساسيين. الأمر الأول أن الشركة عندها رقابة على المزارع من خلال توفير طبيب بيطري لزيارة المزارع والإشراف وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة بهذا الخصوص. الأمر الثاني هي ابتدعت جائزة أو فكرة جائزة المربي المتميز لحث أو تحفيز المربي نفسه لزيادة الاهتمام، وبالتالي الحصول على منتج بكميات أعلى وبجودة أفضل. إن المتتبع لجهود شركة الإنتاج البحرينية ومربي الدواجن يجد أنها تسير بخط متوازن لتلبية احتياجات السوق وتعمل بشكل متواصل للوفاء بمتطلبات الشهر الفضيل. إنتاج متقدم بكميات وفيرة تقوم عليه أيدٍ بحرينية تسعى بشكل متواصل للعمل على المساهمة في سد احتياجات السوق خلال الشهر الفضيل، خصوصاً وإن قطاع إنتاج الدواجن في البحرين يساهم بنسبة عالية في الأمن الغذائي للمملكة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.